السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الحلقة المتجددة من برنامج ثمار من حدائق التدريب. ألتقيكم هذه المرة بالصوت والصورة ويسعدني ذلك، وأود بادئ أن أتحدث معكم عن قضية في غاية الأهمية. هذه القضية هي، حفظكم الله ورعاكم، أن من أهم وسائل زيادة المعرفة ونمو العلم لدى الإنسان أن يقدم ما لديه للآخرين. سبحان الله، هذا قانون إلهي يتماشى مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد جاء الدين الحنيف بذلك كما سأبين لاحقا. كيف ذلك؟ إذا أردت أن ينمو ما لديك من علم ومن معارف ومن معلومات، فإنه يجب عليك في المقام الأول أن تنفق ذلك، أن تعلم الآخرين، أن تخبر الآخرين بما لديك من علم، أن تدرب الآخرين على ما لديك من مهارات، فإنك بذلك تكون قد بذلت السبب الرئيس في أن يبارك الله لك سبحانه وتعالى في علمك، وأن يزيد لك من فضله بأن يفتح عليك فتوح العارفين، وأن يجعل أن يفتح لك أفاقا واسعة من التأمل والتدبر والفهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم من يشاء من عباده بالفهم والحكمة والعلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أضرب على ذلك مثالا في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه منذ فترة، وهو برنامج ثمار من حدائق التدريب. أنني عندما أطرح فكرة فيه أو معلومة ما، فإنني أجد منكم أيها الكرام من التغذية الراجعة والمعلومات المفيدة والأفكار الإيجابية للتطوير والتحسين ما يزيد مما لدي من مخزون ومعرفة وعلم ومهارة، وكذلك يفتح الله سبحانه وتعالى علي ببعض المعلومات وبعض الأفكار التي تطور وتحسن وترسخ وتوثق هذه المعلومات. فبالتالي أجد أن هذا قانونا مهما جدا في الحياة. أنفق يعطيك الله سبحانه وتعالى، قدم ما لديك يزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله. ألم يقل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع؟ هناك رواية رب مبلغ أوعى من سامع، ولكن هذه الرواية تتحدث عما نقول الآن وتبين ما ذكرنا. رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أن الناس في العلم صنفين، في صنف يسمع ويقتصر يعني نفعه على نفسه، والصنف الثاني يسمع ويبلغ وينقل ويعلم، وهو كالغيث أينما وقع نفع. هذا الصنف الثاني هو الذي سيكون أوعى، وكلمة أوعى معناتها أكثر فهما، أكثر استيعابا، أكثر رسوخا. فإذا أردت أن يبارك لك الله سبحانه وتعالى فيما لديك من علم ومعرفة وحكمة ودراية، فإن أقصر طريق لتنمية ذلك وزيادته أن تنفق منه للآخرين. هذا البرنامج الذي أتحدث معكم فيه، عندما ذكرت مثلا قانون صندوق الحياة في البداية، وصلني منكم بعض الأفكار الجميلة والتحسينات والتطويرات والتغذية الراجعة، فانتقل إلى منشور الحياة، ثم بعد ذلك تأملت وتدبرت وتفكرت ما كان، وبعض الأفكار منكم انتقل إلى نسخة جديدة سأتحدث فيها بعد قليل معكم. ولكن أريد أن أشير في البداية إلى أهمية هذا المبدأ العظيم، ومن هنا أدعوكم أيها الإخوة أيتها الأخوات حفظكم الله ورعاكم للمشاركة الفعالة في هذه المنصة بأفكاركم مقترحاتكم ولو بالقليل. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية.
فالإنسان عندما يطرح في المنصة موضوعا، عندما يطرح موضوع يتم ترشيحه من بين بقية الموضوعات عن طريق التصويت كما تعلمون، فهذا الموضوع ليس المقصود أن يأتي واحد من الإدارة ويتحدث فيه فقط، أو نستضيف شخص ويتحدث فيه فقط، لأن هذا ليس المقصود من إيجاد هذه المنصة، وإنما المقصود أن الجميع يبحث ويعني يبذل جهدا في البحث عن ما يتعلق بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك يدلي بدلوه معنا في المنصة، نقرأ، نتحاور، نناقش، نبني على هذه الأفكار، نطور هذه الأفكار، حتى في النهاية نخرج بمنتج إبداعي لا تنقصه الجيمات الثلاث من الجيد والجديد والجدوى. فأحببت أن أنبه إلى هذه القضية حفظكم الله ورعاكم، لأنني رأيت أن نوعا من الفتور والاسترخاء حدث للأعضاء الكرام بعد أن كنا متألقين متوهجين في ما مضى، فنرجو أن نعود مرة أخرى إلى التوهج والتألق، وكل واحد منا حفظكم الله ورعاكم يبادر ولو يبحث عن هذا الموضوع في النت، يعجبه مقال ما فيأخذ هذا المقال ويضعه في المنصة كمشاركة، أو يرى صورة معبرة عن الموضوع يضعها في المنصة، وهكذا ستجد مهما كانت هذه المشاركة قليلة إلا أنك ثق تماما بأنها ستكون لبنة بناء لغيرك، وأنها لن تضيع عندنا، وكذلك قبل ذلك لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. أترككم بعد أن شرفت بالحديث معكم مباشرة بالصوت والصورة لمتابعة هذه الحلقة من برنامج ثمار من حدائق التدريب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.